ما رأيك في قيام وزير التموين بوضع تسعيرة إجبارية على السلع؟ ما احنا خايفين هو هيعلي السعر، يبقى عالي برضه. ما احنا خايفين يبقى السعر متفقين عليه بره التجار عالي برضه، ما عملناش حاجة. هو يرخص الأسعار، العملية بقت نار خالص. طب لو رخص وحط تسعيرة زي زمان كده، دي حاجة كويسة ولا؟ يا ريت ده يبقى يعني الجويل التاني. التاجر لو ما التزمش بالتسعيرة ديت المفروض يتعامل معاه؟ لا، المفروض دول بقى يتعدموا، لأن دول قلعونا ملك، دول يعني ضيعونا خالص. التاجر اللي ما يلتزمش زي الدول اللي بره، بأي دولة بيحطوهم في السجون على طول. قرار مظبوط طبعا، بحيث ان الناس ما تلعبش في الاسعار. تفتكر التجار هتقدر تلتزم بالتسعيره ديت؟ لو في مراقبه هيلتزم. التاجر اللي ما يلتزمش تفتكر ممكن يتعامل معاه ايه؟ يعني يعملوا معاه ايه؟ يعملوا محضر ويدوا له غرامه. والله هي فكره كويسه، وهو لو حط تسعيره بس المهم ان الناس تمشي عليها ويبقى في رقابه بعد كده، عشان ما حدش يخرج عن النص. يعني لما يحط تسعيره ما يجيش انا اروح اشتري بتسعيره تاني خالص، يبقى المفروض وزير التموين كلامه هو اللي يمشي. التاجر اللي خالف التسعيره المفروض تعمل معاه ايه؟ المفروض ان هو غرامه وحبس على طول، يعني ما فيهاش كلام، يعني ما فيهاش نقاش، غرامه ومحضر وحبس. بالنسبه لناس كويس، بالنسبه لناس لا. طيبة والله، اللي معاه ظروفه كويسه وبتاع مش هتفرق معاه، لكن ظروفه عاديه، ظروفه يعني مادياته اقل طبعا. ما فيش، بنروح كنا نجيبها بالسجاير ب 7 جنيه، دلوقتي بنجيبها ب 20. انا كمدخن دلوقتي اعمل ايه؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، بس هو ده الافضل، لان التجار بدا يغالوا في الاسعار، وبداوا كل واحد على مزاجه يتصرف بالطريقه اللي تعجبه، ودي عامله ضغط على البلد بطريقه غير عاديه. يعني فيعني انا عشان نروح نشتري حاجه ممكن هو يقول لي تمن، ويكون راجل في جنبه بالظبط يقول لي سعر تاني، وحاجات طبعا كلها مش مظبوطه. التاجر اللي ما يلتزمش لا، يعني افضل انه ياخد عقوبته، يعني ينطبق عليه كل، يعني اي عقوبه واشدها كمان. يعني العقوبه اللي حضرتك تراها مناسبه لمثل هذه الواقعه؟ والله يعني ممكن يصدر السلع الموجوده، يعني ممكن العمليه دي تتم صدور مصادره السلعه، وبعد كده لو رجع للعقوبه مره ثانيه يبقى ممكن يكون ينزل عليه غرامات او عقوبه جنائيه او ما شابه ذلك. يعني